في أحد لما أشيع أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل كلهم فروا خاروا جزعوا هاموا بعضهم فوق الجبل أخرج صنم قال إحنا إذا شفنا قريش نقول لهم رجعنا لعبادة الصنم موجود أصحاب الصخرة يسمون من علية القوم بينما يذكر التاريخ أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ازداد حماسا قال إن مضى رسول الله فسأمضي على ما مضى عليه رسول الله اشتد أكثر شوف العدوان الحرب النفسية خطيرة أخطر الأمور الحرب النفسية كما يقول الآن الدراسات الحديثة عندها أن 80% من الحرب حرب ماذا؟ حرب نفسية شائعات إعلام حرب إرادة مو حرب بدن وهو معجزة سيد الأنبياء قبل 14 عام قال ماذا؟ صلوات الله عليه الحرب ماذا؟ خدعة يعني جانب نفسي طبعا يشمل الجانب الأمني بعد يشمل الجانب الأمني يشمل الجانب الأمني كما يركز الإمام الصادق أكثر إخفاقات المؤمنين حس أمني ضعيف عندهم